آمال تقول نذرت، يعني هي نذرت، مقصودها بالنذر أنها تصلي ركعتين على الدوام. والنبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الصفات، الإنسان ينذر النذر يعني يشق على نفسه به طيلة مدة الحياة وطيلة يعني أو 10 سنين أو فترة طويلة. لأن النذر يجب الوفاء به، ولما الإنسان يلزم على نفسه أو يلزم نفسه فعل صلاة أو صوم أو أي فعل من القربات التي هي تطوعات ونوافل، فلما يلزم نفسه بها يكون أحيانا يدخل على نفسه المشقة. فينبغي على الإنسان أن لا يقدم على مثل هذه النذور التي فيها مشقة وفيها صيام طويل ولا صلاة طويلة وإلا فعل يشق على النفس. لكن لو فعله الإنسان يجب الوفاء به إلا إذا عجز، فإذا فعل الإنسان ذلك يجب الوفاء به. هي هذه نذرت أن تصلي ركعتين قبل العصر، فلا بأس ما دام المقصودها هي أن تصلي ركعتين، هذا المقصود، سواء كانت يعني قبل العصر ولا بعد العصر، كانت في وقت منهي عنه فالوقت منهي عنه يرفض ويرد، ويبقى مقصودها في النذر تفعله في وقت مباح، يفعليه قبل الظهر ولا بعد الظهر لا بأس بذلك، أو حتى بعد المغرب ما دام مقصودك ركعتين أن تصلي ركعتين.